أسأل عن حكم الشرع في تعاطي المرأة حبوب منع الحمل، هل يجوز أن تأخذه أم لا مأجورين؟ أقول لا ينبغي أن يوجه السؤال لعالم يخطئ ويصيب فيقال له ما حكم الشرع، إلا أن يقيد فيقال ما حكم الشرع في نظرك، وعليه فنقول نرى أن استعمال حبوب منع الحمل ممنوع، وذلك لما يترتب عليه من الأضرار البدنية التي قد تتعدى إلى الجنين فيتشوه، ولما يترتب عليه من الأضرار الشرعية حيث إن الحيضة مع استعمال هذه الحبوب لا تترتب ولا تنتظم فتتشوش العبادة على المرأة، ولا تدري الذي أصابها حيض هو أم غير حيض، فقد تدع الصلاة في وقت لا يجوز تركها، وقد تترك الصلاة وقد تصلي في وقت لا يجوز فيه الصلاة. لكن لو احتاجت المرأة إلى تقليل الحمل لسبب شرعي فلتستعمل أشياء أخرى تمنع الحمل سوى هذه الحبوب. نعم، جزاكم الله خيرا.